الحرفان المتجانسان هما الحرفان المتفقان في المخرج والمختلفان في بعض الصفات. كلمة بعض أيضا من دقائق هذا العمل. للأسف في بعض الكتب تلاقي والمختلفان في الصفات. المختلفان في الصفات معناها ما في بينهم ولا صفة مشتركة، مع أنه في بينهم بيكون إيه؟ صفة مشتركة. انتبهنا أخواني؟ يعني مثلا بنرجع لمثال الدال مع التاء، لقد تاب. لقد تاب، الدال شديدة والتاء شديدة، كلاهما من حروف أجد قطن بكت، أليس كذلك؟ وضح إخواني؟ فإذا قولنا متفقان في المخرج والمختلفان في الصفات غير دقيق، إلا أن نقول إيه؟ والمختلفان في إيه؟ في بعض الصفات. فإذا التقى حرفان متجانسان من الصور الآتية، يعني هي القواعد مو على إطلاقها المتجانسان، في صور معينة، والأول منهما ساكن وجب الإدغام، وينحصر إدغام المتجانسين في ثماني صور من التقائهم. أرجو الانتباه لهذه الصور الثمانية. الذال في الظاء، طبعا الذال والظاء كما نعلم إخواني من المخرج ذاته، إذ ظلمتم، ندغم الذال في الظاء بمعنى ما نقول إذ وإنما نقول إذ، إذ ننتقل من همزة مكسورة إلى مين؟ إلى ظاء، إذ ظاء إضاء، ولا يبقى للذال أثر، هذا في الوصل، فإن وقفنا ماذا نقول؟ إذ، انتبهنا؟ إذ، أما في الوصل ماذا نقول؟ إضاء. الدال في التاء، قد تبين، الدال والتاء من المخرج ذاته فهما متجانسان، هذه الصورة الثانية من الصور الثمانية، انتبهنا؟ لقد مثلا قد تبين، ولا يصح أبدا أن نقول قد تبين، لا يصح إظهار الدال، واضح يا شباب؟ طيب لو وقفت على قد ماذا أقول؟ قد تعود الدال لأنها انفصلت عن مين؟ عن موجب الإدغام، موجب الإدغام التجاور مع التاء، هذا الموجب زال. الأمر الثالث، الثاء في الدال، الثاء في الدال، أثقلت دعوى الله ربهما، أثقلت دا، لاحظوا أثقلت دا، ما بقي تاء لأن التاء والدال من المخرج ذاته، ففي الوصل النطق يكون بدال مشددة، لكن لو وقفت على أثقلت أخف كيف؟ بالتاء، أثقلت. الحالة الرابعة من الحالات الثمانية، التاء في الطاء، فآمن الطائفة، لا بد من إدغام مين؟ التاء في الطاء. لو وقفنا على فآمنت ماذا نقول؟ فآمنت بتاء وليس بطاء. الحالة الخامسة، اللام في الراء على رأي المبرد والفراء أنهما من المتجانسين. يعني اللام هي من مخرج والراء من مخرج، لكن الفراء الله يرحمه المبرد كان يرياني أنهما من المخرج ذاته، يعني طبعا هذا الخلاف سببه شدة القرب من المخارج، هو الذي جعل بعض العلماء يقولوا اللام من مخرج والراء من مخرج، وآخرون يقولون بل اللام والراء من المخرج ذاته لشدة القرب، لكن يعني أن اللام منها كما في الجزرية، وأن الراء من طرف اللسان قريبة من اللام، قريبة جدا، لكن ما هو من نفس المخرج. على رأي الفراء والمبرد، فإذا قلنا قل ربي هذا شو بيكون؟ من المتجانسين الواجب الإدغام. أما على مذهب الخليل رحمه الله فهو من الإدغام الواجب، لكن من مين؟ من المتقاربين، وسيأتي معنا إن شاء الله. الحالة السادسة من الحالات الثمانية، الثاء في الذال، يلهث ذلك كما تعلمون في سورة الأعراف، يلهث ذلك، ورد من بعض الأوجه عن حفص أنه يظهر الثاء عند الذال في هذا المثال، يقول إيه يلهث ذلك مثل، تبهنا؟ مع أنه هما حرفان إيه متجانسان، لكن الأشهر ما هو؟ يلهث ذلك. فإن وقفنا على يلهث نقف بماذا؟ بالثاء، يلهث. وقد ورد في هذا الحرف مع كونه من المتجانسين خلاف بين القراء، فأظهره بعضهم وأدغمه الباقون، ولحفص من طريق الشاطبية فيه الإدغام فقط، ولحفص من طريق طيبة النشر الإظهار والإدغام.
الحالة السابعة من الحالات الثمانية في المتجانسين الباء في الميم. طبعا الباء من فين يا شباب؟ من الشفتين. أب والميم من فين؟ أيضا من الشفتين. أم، لكن الميم فيها غنة من الخيشوم، الباء ليس فيها غنة، أليس كذلك؟ نعم. فإذا التقت باء وميم فهما حرفان متجانسان، ففي فيهم الإدغام، اركم معنا، وهذا هو المشهور. لكن روي أيضا هذا الحرف اركب معنا بإظهار الباء عند الميم، يعني لعله بسبب عدم وجود غنة في الباء. تبهنا كيف تعليله. على ذكر التعليل، خذوا مني هذه الفائدة يا أخواني، الحكم شيء وتعليل الحكم شيء، وإن شئت فقل المروي شيء وتعليل المروي شيء. أما المروي فهو على العين والرأس، وأما تعليل المروي، انتبهنا، العرب فعلت كذا أو القراء يفعلون كذا، هذا شو اسمه؟ مروي. طب لماذا يفعلون كذا؟ لأن كذا كذا، هذا شو اسمه؟ قد يوفق فيه وفقوا، قد تكون الحجة مقنعة، فليس لنا أن نرفض المروي لعدم اقتناعنا بحجة ذكرها ابن خالويه أو ذكرها ابن جني أو ذكرها أبو علي الفارسي، وما عجبتنا هذه العلة. انتبهنا كيف؟ العلة شيء والمروي شيء آخر، فليس لنا أن نرفض المروي لعدم اقتناعنا بتعليل أهل اللغة أو تعليل أهل النحو. واضح يا أخواني؟ الباء في الميم اركب، اركم معنا، ورد فيه مع كونه من المتجانسين أيضا خلاف، فأظهره بعضهم وأدغمه الباقون. حفص من طريق الشاطبي ما في إلا الإدغام، اركم معنا، وإذا وقف شو بيعمل؟ بالباء، اركب، يركب بباء طبعا مقلقلة، كلما سكنت الباء لا بد من قلقلتها، يعني هذا شيء مفروغ منه. طبعا لما ندغم الباء في الميم معناها حولناها لمين؟ حولناها لميم، فصار نطق بميم مشددة، ونحن نعلم بأن الميم المشددة بحاجة لإيه؟ لغنة أكمل ما تكون. الحالة الثامنة والأخيرة، الطاء في التاء، هذا عكس اللي مر معنا، مر معنا التاء في الطاء، تمام؟ هذه إيش؟ التاء في الطاء مثل هم الطائفتان، الطاء في التاء هذا عكسه، لكننا نعلم بأن الطاء أقوى من التاء لأنها حرف مستعلن مطبق، بينما التاء مستفل منفتح، فالقوي يعني لا يدخل في الضعيف. العرب كانوا ينطقوها هكذا، مثلا شو الأمثلة عندنا؟ أحطت، انظروا ماذا كانوا يقولون، قال أحطت، أحطت، يذهبون إلى مخرجي، طبعا الطاء والتاء من نفس المخرج، يذهبون إلى هذا المكان فيقرعونه بطاء ساكنة غير مقلقلة، غير مقلقلة، أحط، ثم يجافون اللسان عن إيه؟ عن تاء. فهم لما قرعوا المخرج مرة واحدة على الحرفين هذا إدغام، لكن لما كان صوت الطاء مستقلا تمام الاستقلال عن صوت التاء هذا نوع من الإظهار. انتبهنا؟ لكن لما كنا لم نقلقل الطاء لم نقل أحطت، فلا نستطيع أن نعتبره إظهار، ولا نستطيع أن نعتبره إدغام، لأننا ما قلنا أحدت، لو أدغمنا ماذا قلنا؟ أحدت، ولو أظهرنا ماذا قلنا؟ أحطت بقلقلة الطاء، لا هذا ولا ذاك، كانت العرب تقول أحطت، فيقرعون المخرج مرة واحدة يطبقون على طاء ويجافون على تاء. هذا العمل سماه علماؤنا الإدغام الناقص، الإدغام الإيه؟ الناقص. لماذا ناقص؟ لأن الحرف الأول لم يدخل في الحرف الثاني دخولا كاملا، علته أن الحرف الأول أقوى. وضح إخواني؟ إذن نرى على اللوحة وهو إدغام ناقص، لأن الحرف القوي لا يدخل بكله في الضعيف، بكله، فكانت العرب تدغم الطاء الساكنة في التاء مع إبقاء صفة الإطباق،
منها، ويكون ذلك بأن يطبق المتكلم لسانه على طاء غير مقلقلة ثم يجافيه عن تاء متحركة، وذلك في قوله. شوف ما قلنا نحو قوله أو مثل قوله، وذلك في قوله. إذن هذه الصور الموجودة في القرآن، هالأربع كلمات هذه ما هي؟ أحطت، وإيش كمان؟ بسطت، وإيش كمان؟ فرطتم وفرطت. طب لو سمحت اقرأ ورائي. قال أحطت بما، لئن بسطت إلي يدك، ومن قبل ما فرطتم على ما فرطت فيه. وضح أخواني هذا شو اسمه؟ إدغام ناقص. هذه هي الصورة الثامنة والأخيرة من إدغام المتجانسين. صار عندي المتماثلين، لا بد من الإدغام إن سكن الأول إلا أن يكون حرف مد. المتجانسين إن سكن الأول لا بد من الإدغام إن كان من هذه الصور الثمانية. نأتي إلى الحالة الثالثة، الحرف